السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم طريقة فتح الصور الرمزية في الانستغرام، او بعض الناس يسمونها الصور الشخصية، على حجمها الطبيعي، وتقدر بنفس الوقت تحفظها في جهازك. نشوف الصور، هذه الصور الرمزية زي ما تشوفون، هذه صورتي الرمزية. طبعا هذا حسابي في انستغرام وتشرف بمتابعة الجميع. طبعا هذه صورتي الرمزية، انت شخصيا لما تضغط على هذه الصورة ما تفتح لك بحجمها الطبيعي ولا تقدر تحفظها. الطريقة بسيطة جدا، ندخل على هذا الرابط، طبعا الرابط احطه لكم بالدسكربشن اسفل الفيديو، مجرد ما تضغط على الرابط راح تفتح لك هذه الصفحة. كل اللي عليك تحط اسم الحساب اللي تبيه، اللي تبي تحفظ الصورة الرمزية. كمثال اسجل حسابي انا شخصيا، وبعد كذا اضغط على هذا الخيار من هنا، راح تطلع لك الصورة بحجمها الطبيعي وبدقة جيدة. يعني زي ما تشوفون هذه بحجمها الطبيعي، ومجرد ما تضغط على هذه الداونلود من هنا راح يحولك للصفحة هذه. اضغط ضغطة مطولة بأي مكان على الصورة وراح تطلع لك خيارات من هنا، من ضمنها حفظ الصورة. هذا كل اللي عندي اليوم، أتمنى شرح واضح وبسيط. أي سؤال أو استفسار بخصوص هذا الشيء أنا دائما وأبدا بالخدمة. أشكركم على المتابعة، فمان الله.